بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بالصف الثالث ثانوي من السويس. أعزائي شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنكمل الفيديو الثاني للريبورتد كويستشن اكسرسايز، التدريبات اللي احنا جايبينها على الريبورتد كويستشن. كنا أزعنا في الفيديو الأولاني 61 جملة، وقلنا إن احنا هنكمل إن شاء الله لحد 116. على بركة الله نبدأ مع جملة رقم 62، واللي بتقول لك بسم الله الرحيم ده الانسبكتور المفتش وبيركب فيه القطارات والاتوبيسات الحاجات دي. اسك هيم سأل whether هي اولويز، اذا كان هو دايما كوت، ده الماضي طبعا من كاتش يلحق بيه يعني، ودي كاتش جايه في المصدر، ودي كاتش مضارع بسيط هات كوت ماضي تام such an early train قطار مبكر في زي ده. طيب عندي انسبكتور ودي اسك، ده هي فعل القول الماضي، بس عندي مشكله مع اولويز. ايه المشكله؟ اولويز تخلي بعض الطلبه يشك. الله، طب الجمله كده هو مضارع ولا ماضي يا مستر؟ احنا كنا ادينا لك ملحوظة وقلنا لك فيها ان ظروف الزمان always usually sometimes often والدنيا دي كلها، لو جاء في جملتها الجملة اللي هي من الناحية التانية يعني زي دي، ما يدل على الماضي ادي اهو، ما يدل على الماضي اهو asked، خلي الفعل في جملتها هي ماضي بسيط، يبقى انت تروح واخد مين؟ واخد كوت. اجابة صحيحة في جملة رقم 62. 63 بيقول لك فيها He asked me when، هو سألني متى would the next exam، ده واخد شكل سؤال. خلي بالك ان ده ايه، احنا بنشتغل على reported question، سؤال متحول. متحول يعني ده معناه انه بيفقد قيمته كسؤال وبتحول لجملة، يعني كلمة استفهام تيجي صح في مكانها، لكن بعد كده ياخد ترتيب الجملة، يعني فاعل فعل مفعول لحد الاخر. would the next exam ده شكل سؤال، the next exam will واخد شكل جملة صحيح، بس مشكلتي في will. Well the next exam وهذا شكل سؤال، the next exam would take place، take place هنا بمعنى يحدث يعني. أنا هاخد الجزء الأخير في الاختيارات اللي هو the next exam would، ليه؟ لأن دي متحقق فيها حاجتين، أولاً إنها واخدة ترتيب الجملة، هي دي الفعل هو the next exam، وبعد كده جاي would، دي حاجة. الحاجة التانية إنها متحولة إلى زمن الماضي، وده يأكد إن the next exam would إجابة صحيحة في جملة رقم 63. طيب نروح لجملة رقم 64 واللي بيقول لك فيها I don't know، خد بالك من I don't know، إيه يبقى كده أنت بتحكي في حاجة مش بتحولها. I don't know why are they ولا they are ولا where. طبعا are they وده شكل سؤال، they are ده جملة، where they وده شكل سؤال، طبعا دي ماضي لأن are كانت مضارع في اللي قبلها، و they had وده شكل الماضي التام buying a new house. خد بالك من حتة buying اللي قاعدة لك بره دي، دي كده تدل على الاستمرارية، ماشي. يبقى انت تاخد ايه من فوق، احنا قلنا جملة مش متحولة، يبقى هناخد they are عشان تكمل مع buying، تبقى they are buying a new house، اجابتنا في جملة رقم 64. هنا مفيش تحويل، فحافظنا على زمن الجملة في المضارع المستمر زي ما انت شايف، they are اهي وبتكمل تحت مع buying مضارع مستمر، اجابة صحيحة في الجملة 64. 65 بيقول لك I'd like to know، خد بالك من حتة I'd like to know دي، I'd like to know معناها أود أن أعرف، مش سؤال في الماضي. I'd like to know معناها أود أن أعرف، مش سؤال في الماضي، خلاص؟ طيب جملة إف هنا بقى يا ريس تكون إيه؟ تكون prefer ولا مضارع كده، ولا prefer ده ماضي، ولا prefers مضارع بسيط ما هي شوية، ولا preferring واخدة شكل الاستمرارية to run your own business. لا انا هاخدها في شكل المضارع عشان تبقى I'd like او I would like to know if you prefer، اود ان اعرف اذا كنت ايه تفضل. الجملة زي ما قلنا واخدة شكل المضارع I would like to know، اود ان اعرف، مش واخدة شكل حاجة متحولة للماضي فتقول لي ما هو ده متحول يا مستر خلاص يبقى اخد الماضي جوه. لا، بنحافظ على الزمن، مضارع بسيط prefer بمعنى يفضل. اجابة صحيحة في جملة رقم 65. نروح ل 66 بيقول لك فيها هي سيد تو مي، هو قال ها، بس الكلام كده مش متحول اهو خلاص لان الانفيرتد كوماز عديد، اهي قاعده هنا البدايه وقاعده النهايه، تمام. وات يبقى ده انت كده عايز تحافظ عليه سؤال في وضعه الطبيعي، تبقى يو ار ده جمله، ار يو ده سؤال، يو وير ده جمله، وير يو ده سؤال، دوينج ناو احنا قلنا انها مش متحوله خلاص، بدليل مجموعه حاجات الاقواس قاعده والعلامه استفهام قاعده وادي كلمه ناو، يبقى ار يو هي اجابتنا في الجمله رقم 66، لان زي ما قلنا الزمن ان هو مش متحول ولا حاجه متحوله خالص. 67 بيقول لك فيها asked me to give، هو طلب مني ان انا ادي مين، هم ولا مي ولا اي ولا هي سم ماني، مين المفعول بيه؟ المفعول بحاجتين هم ومي، طب انا ادي نفسي ولا هدي له هو؟ ادي له هو هم.
نروح ل 68 وبيقول لك فيها ده انت ريفيور اسكد مي وات ماي نيم. اللي عمل المحاوره اللي هو الشخص اللي قاعد بيقابلك في الوظيفه والحاجات دي سال بيقول ايه وات ماي نيم، ما اسمي، هاد بين ولا از ولا ووز ولا بي. اسمك يعبر عن حقيقه هتتغير ولا قاعده ثابته؟ ثابته، اسم الواحد بيفضل ثابت خلاص، يبقى انت تحافظ على الزمن اهو. وات ماي نيم از، اسمي ايه؟ مش هغير اسمي، الاسم يفضل قاعد، يبقى انت كده تحافظ على الزمن بالمضارع البسيط بدون تغيير. طيب الجمله رقم 69 بيقول لك فيها I asked Ella if she had enjoyed her stay in Alexandria. الله، طب ما خلص كده، فاضل ايه يا عم؟ فاضل ظرف الزمان last week ولا the next week؟ طبعا last week الاسبوع الماضي، the next week الاسبوع القادم، the week before الاسبوع السابق، the week ago. طب انا بقول ايه هنا؟ هو I asked، يبقى دي جمله متحوله صح؟ متحوله، يبقى انت تروح لظرف الزمان المتحول اهو اللي هو the big the week before. The week before اللي هي كانت ايه؟ اللي هي كانت last week، شايفها؟ كانت last week كده، دي كده مش متحوله، ناخدها للمتحوله اللي هي the week before. بنرجع زي ما قلنا خطوه لورا، يعني بنروح ليه؟ بنروح للزمن الابعد اللي هو في الماضي في كل حاجه زي ما جداولنا شرحناها في القاعده بتاعتنا. 70 بعد كده بيقول لك فيها she wanted to know what، أرادت أن تعرف what I did، ده كده ماضي، I do مضارع بسيط، I will do مستقبل، do I do in spare time. كده هي بتسأل عن اللي أنا بعمله في وقت الفراغ. وقت الفراغ ده يمثل بالنسبة لي عادة، أنا متعود كل ما يكون عندي فراغ وقت فراغ أعمل كذا، تمام. العادات بنعبر عنها بإيه يا شباب؟ المضارع البسيط، تمام. وبما ان هي عادة وانت بتعملها بصفة متكررة و و و و مش كله ده يشير لانها تعتبر ايه؟ حقيقة صح؟ طب بما ان حقيقة خلاص خليها على زمنها بدون تغيير اللي هو المضارع البسيط I do. اجابتنا في الجملة رقم 70. 71 بيقول لك فيها he wanted to know، هو اراد ان يعرف. المرة دي انا عايز كلمة ايه؟ استفهام، اقول what ولا whether ولا unless. طبعا unless مش كلمة استفهام. ولا هو she was married to، هي متجوزة مين؟ يبقى هو مين؟ من؟ متجوزة مين هي؟ ده اللي احنا عايزين نعرف. طيب نروح لجملة رقم 72 هي asked me whether I، هو سألني إذا كان أنا كذا. have finished ده مضارع تام، have finished ده ماضي تام، was finishing ماضي مستمر، did I finish ماضي بسيط، بس سؤال. reading the book he had lent me، وهاد lent me دي دالة على إني أنا عايز أبعد زمن اللي هو had finished الماضي التام. إجابتنا الوحيدة الصحيحة في الجملة رقم 72. طيب 73 بيقول لك فيها بيتر ماله، عمنا بيتر سد قال ولا تولى أخبره ولا وندر تعجب ولا كومبليند اشتكى. how much I had paid for that suit، كم اللي دفعته في البدلة دي؟ يبقى ده بيعمل إيه ده؟ ده بيسأل وندرد، كان بيتساءل أنا دفعت قد إيه في هذه البدلة أو في تلك البدلة، إن زاد خلاص اتحولت تاني، تمام. نروح لجملة 74 بس نظر الشاشة قدامك. 74 طويلة شوية الجملة، بيقول لك فيها What did you do yesterday؟ الله، مالها دي؟ تعال نشوف. I asked Alan، سألت Alan what. يبقى عايز التحويل بتاع What did you do ده، تبقى ايه بقى؟ ادي وات اهي قاعدة، هات الباقي بقى خليه جملة مش سؤال. يبقى نقول did he do ده سؤال، he had done ماضي تام جملة، had he done ده سؤال ماضي تام، he would do he بتاع ده هي دي would والمصدر اهو the day before. طب the day before دي كلمه داله، يبقى انت تروح لمين؟ تروح للماضي التام he had done. اجابه صحيحه في 74. 75 بيقول لك do you often write poems، ادي two inverted commas ماشي. I asked him if he often، ايه بقى؟ خد بالك من حته often بقى، نقول written تصريف ثالث ولا had written ماضي تام ولا wrote ماضي بسيط ولا was writing poems. ارجع لاصل السؤال هتلاقيه مضارع بسيط. طب لما يتحول يبقى ايه؟ ادي طبعا الفعل بتاعه في المصدر، لما يتحول يبقى ماضي بسيط، خلاص مضارع بسيط يتحول لماضي بسيط في 75. wrote اجابتنا الوحيده الصحيحه. طيب 76 بيقول لك ايه؟ can you tell me about your career؟ ممكن تقول لي عن شغلك. she wondered if I might ولا could ولا should ولا may tell her about my career. السؤال بادئ بايه؟ بكان، وهي اللي عليها الاختيار، خلاص خليها كود، كانت بقى كود. طيب في اللي بعدها اللي هي 77 بيقول لك فيها where did you grow up، انت كبرت فين؟ ها ده interviewer asked me where، ها اي ايه بقى؟ مش ان هو ده ماضي بسيط؟ طب لما تحول وتوديه لايه؟
توديه له was growing ماضي مستمر، ولا had grown ماضي تام، ولا grow بتاع ده مصدر، ولا have grown مضارع تام؟ لا، اروح للماضي التام علشان تبقى هي الماضي من الماضي البسيط. did a وادي جرو معانا كده ماضي بسيط، حولها انت الماضي تام هات جرون. اجابه صحيحه في الجمله رقم 77. طيب نروح للجمله رقم 78 واللي بيقول لك فيها do you have a pencil، معاك قلم؟ سؤال في المضارع. she wanted to know if I ايه بقى؟ هاد بس ماضي بسيط، ولا هاد هاد ماضي تام، ولا was having ماضي مستمر، ولا هاد هاد مضارع تام؟ a pencil السؤال مضارع، دو اهو وادي هاف، يبقى انت خليه ماضي فقط، يبقى هاخد هاد اجابه وحيده صحيحه. قصة بيقول لك فيها what have you been watching، ماذا كنت تشاهد؟ وإن السؤال هنا هو في صيغة المضارع التام المستمر. تمام. she asked me what، ها تبقى مضارع تام مستمر تخليه ايه؟ خليه ماضي تام مستمر. يبقى نقول ايه؟ had been watching، ولا he had been watching، ولا he was watching، ولا was he watching. احنا قلنا ايه؟ ده اسمه have، وادي بين، وادي مصدر فاعل زائد ان جي، ده شو اسمه؟ مضارع تام مستمر، خليه ماضي تام مستمر. ماشي، بس خد بالك من حاجه. ايه هي الحاجه اللي تاخد بالك منيها؟ خلاص، الحاجه اللي تاخد بالك منيها شي اسكت مي وات، كده وات موجوده، يبقى انت كده عايز جمله فيها فاعل. فين الفاعل؟ اهو هي هاد بين واتشنج. طب ليه ما خدناش هاد هي بين واتشنج؟ ما فيش فيها فاعل كده، واخده شكل، ما فيش فيها فاعل في الاول، واخده شكل الفاعل موجود جوه، واخده شكل السؤال، انا عايز جمله. تم بيقول لك فيها why do you want to work abroad next year، انت عايز تشتغل ليه في الخارج العام القادم؟ she asked me why، did I want، ده سؤال اهو، دي كده ترتيب سؤال في الماضي. I had wanted، ده جمله. I was wanting، طبعا صياغه خطا لان الفعل want ما ينفعش يكون في الاستمراريه. why wanted واخده شكل ايه؟ واخده شكل الماضي البسيط. طيب هنا هالسؤال زمنه ايه؟ السؤال زمنه مضارع بسيط، ادي دو اهي ودي الفعل في المصدر. طب بما انه مضارع بسيط تحوله انت ايه بقى في التحويل؟ احوله الى ماضي بسيط، يبقى ايه؟ I wanted. ماشي، ونكمل التدريبات على الجمله 81. ارفعها قدامك بس عشان الجمله اللي جايه دي جمل طويله شويه، عشان عينك ما تبقاش مشغوله بحاجه غير اللي انت شايفها، وما تلخبطش معاك الحروف. طيب في الجمله 81 بيقول لك فيها do your parents know you are here، هل والديك يعني عندهم علم ان انت هنا؟ الزمن هنا مضارع بسيط، ادو اهي وادي نو. تمام. She asked whether my parents had، خليها ماضي بسيط knew، ولا were knowing ماضي مستمر، طبعا احنا قلنا ان الفعل know ما ينفعش يكون في الاستمرارية، ولا had known ماضي تام، ولا have known مضارع تام. I was there، مش ده مضارع بسيط اهو، خلاص خليه ماضي بسيط بنيو، اجابتنا الوحيدة في 81. 82 بيقول لك فيها which subjects are you studying next year، ايه المواد اللي هتدرسها السنة الجاية؟ الصياغة مضارع مستمر صحيح، لكن المدلول ايه؟ المدلول المستقبل عشان next year. ماشي. She wanted to know which subjects، هي ارادت ان تعرف المواد. Was I studying، ده سؤال. I was studying، ده جملة. I had been studying، ده ماضي تام طبعا واخد شكل الجملة. و have I studied، ده مضارع تام واخد شكل السؤال. كانت ايه هي؟ كانت مضارع مستمر، خليها ماضي مستمر. I was studying، اجابتنا في الجملة رقم 82. تتم يقول لك فيها are you well organized، هل انت انسان منظم، منظم تنظيم جيد؟ السؤال زمنه ايه كده؟ زمنه مضارع صح. تمام. she inquired، تدل على ان السؤال ده تحول، whether I am، ولا am being، ولا where، ولا was well organized. هي بتسأله عن حاجة تخص ايه؟ معلومة او حاجة عنده، حقيقة تخصه صح؟ ان الانسان يبقى well organized، منظم تنظيما جيدا، تنفع تكون في زمن ايه بقى؟ خليها ماضي تمام، ولا تظل مضارع؟ ما هي بتقول له انت منظم. ماشي، يقول لا، لما يجي يحولها ليه؟ هي سالتني اذا كنت منظم، يعني خلاص بطلت ابقى منظم ولا لا؟ لا، المفروض انت قاعد، يبقى whether I am، اذا كنت انا، اللي انت بتساله عن حقيقه، انت منظم ولا لا؟ انسان منظم دي حقيقه عنده. نروح ل 84 واللي بيقول لك فيها Do you know that my sister has been ill؟ هل تدري ان اختي كانت مريضه؟ ادي هنا الجزء الثاني من السؤال واخد شكل المضارع التام اللي هو الحته دي. He asked me if I knew، لو انا كنت اعرف، هو حول دي خلاص that his sister، دي لسه ما اتحولتش، اللي هي has been اللي هي المضارع التام. طب نخليها has been على حالها، ولا was ماضي بسيط، ولا had been، ولا was being ill. المضارع التام has been يتحول الى ماضي تام had been.
85 بيقول لك فيها what do you think of this of his idea، ايه رأيك في الفكرة بتاعته. We wanted to know what they thought. طبعا الزمن شغالين عليه هنا، هو ده مضارع بسيط اهو. تمام، طب نخليها ماضي بسيط thought، ولا we're thinking ماضي مستمر، وده خطأ طبعا لان قلنا الفعل think ما ينفعش يكون مستمر. Have been thinking ماضي مستمر، و had been thinking كلهم فيهم استمرارية of his idea، ده مضارع بسيط يتحول الى ماضي بسيط بصوت. اجابة واحدة صحيحة. 86 بيقول لك فيها what did you do yesterday evening، اللي انت عملت ايه ماشي امبارح مساء. خلاص تمام، وانا اسكت هالة what did she do، كده جه على سؤال was she doing، ده ماضي مستمر. she was doing ماضي مستمر برضه، بس جملة اللي قبلها was she doing كانت سؤال. she had done، ده اسمه ماضي تام، the evening before. طيب did مع الفعل في المصدر يبقى ده كده ماضي بسيط. خلاص كده ماشي، بما انه ماضي بسيط ماشي يبقى تحولها الى انت ودي الابعد، الابعد اللي هو ايه، اللي هو الماضي التام اللي هو ده اهو، ادي شي هذا اهي، ودي دون موجوده تحت، يبقى ده ماضي تام والدليل اهو evening before اهي، تحويله زي الفل. كمان روح الجمله رقم 87 بس نطلعها شويه لفوق عشان تبقى هي اللي ظاهره قدامك. بيقول لك فيها can you go to the museum tomorrow، هاني اسكت فادي whether he السؤال بادي بكان، ده كده سؤال مش متحول. طب لما يتحول يبقى could go ولا was going ولا has gone ولا could he go، هو بيقول لك ان هو whether he could go، ما خلاص هو whether جايه بديل للسؤال، طبعا جايه فوق السؤال عشان ما فيش كلمه اسمها فبنحطها هي كبديل، وبعد كده نجيب الفعل ثم الفعل يتصرف. يعني ايه يتصرف؟ يعني يروح للزمن الماضي منه، كان ماضيها ايه؟ كود، وجو تفضل زمنية على حالها في المصدر بالشكل انت شايفه. اجابتنا في 87 كود جو. 88 بيقول لك فيها Did you find the homework easy or difficult؟ ده سؤال اهو قاعد على حال. طيب the teacher inquired، المدرس كان بيستفسر whether we ها احنا ايه بقى؟ بيقول لهم did، يبقى كده السؤال في زمن الماضي البسيط انت تحوله لايه؟ we're finding ماضي مستمر، had found ماضي تام، ولا find في المصدر، ولا are finding فيها استمراريه في المضارع. the homework easy or difficult، مش ده ماضي بسيط، خلاص خليه ماضي تام تبقى had found. اجابتنا في الجمله رقم 88. 89 بيقول لك فيها shall we go to the bank، طيب ماشي ليلى wondered if we، ها بادئ بايه سؤالك؟ بادئ بشال خلاص، لان ده هنا هو في suggestion، والsuggestion احنا قلنا نستخدم شال معوي. جميل، طيب نجيبها ايه بقى لما تتحول؟ should ولا may ولا will ولا might go to the bank، ما خلاص شال تبقى ايه؟ should، مريحه نفسها الحكايه، مسائل بسيطه جدا وسهله يا شباب، مش محتاجه اي تعقيدات، ممكن تتعامل معاها بمنتهى السهوله. نروح للجمله اللي بعدها ب 90 where will هشام go to university، منى wanted to know where هشام، مش هو بيقول لك where will، وادي الفعل في المصدر، خلاص هو عايز ايه؟ الاختيار على will هنا، هات ماضيها تبقى should ولا could ولا would ولا might go to university، will ماضيها would، نروح للتحويل على طول. طيب نروح للجمله رقم 91 عشان نكمل التدريبات بتاعتنا، والجمله طويله شويه. What are you doing in English at the moment؟ آلاء، طبعا سؤال متوجه لآلاء. فبيقول لك ايه في هنا هو؟ بيقول لك أحمد wondered، أحمد بيتعجب ويتساءل what؟ آلاء studies مضارع بسيط، was studying ماضي مستمر، is studying مضارع مستمر، had been studying ماضي تام مستمر in English at that moment، that moment يدل على التحويل. طيب السؤال الأصلي كان بيقول ايه هو؟ are مع مصدر فعل زائد ing، يعني كده ده اسمه مضارع مستمر. تحوله لايه انت؟ تحوله الماضي مستمر اهي، was studying عشان هي موجوده بره اهي، what a was studying. النفس بيقول لك فيها are most of the countries in this continent big or small، هو معظم الدول في القاره دي كبيره ولا صغيره؟ سؤال. I asked if most of the countries in that continent، انا كنت بسال لو كان معظم الدول في هذه القاره بوير ماضي ولا ار مضارع ولا بينج ولا وير بي ار بينج عشان بينج تحت ولا وير بينج ولا هاد بين بيج اور سمول. خد بالك ده كده بيسال عن معلومه، والسؤال عن المعلومات يمثل حقيقه، زمانها فوق مضارع. طب تتغير في التحويل تحت، يعني تروح لزمن تاني، تروح لزمن تاني. ها بيقول لك ايه بقى؟ هو كان بيسال
are most of the countries in the are most of the countries in this continent big or small؟ ها I asked لو كانت هذه الدول ايه؟ where ولا are being ولا were being ولا had been ولا big or small. ماشي، هو هنا هو سؤاله، الاختيارات اللي قدامي انا لو بصيت فيهم هتلاقي فيها where ماضي بسيط ماشي، وتحت بيقول لك ايه are being، بعدها قصدي are being اللي فيها استمراريه، where being و had been. طب هو المفروض ان كان يبقى في الاختيارات في مضارع، المفروض انه بيسأل عن معلومه حقيقيه. طب ما فيش في الاختيارات مضارع، في مضارع مستمر are being ماشي، ده فيها استمرارية دي where being و had been. كده هتلاقي نفسك ان الاجابة الاسلم اللي انت ممكن تاخدها وانت مجبر عليها هي where، خلاص هي where. طب نروح لجملة رقم 93، بيقول لك فيها how long have you been living here. ده اسمه السؤال ده اسمه مضارع تام مستمر ماشي. my neighbor asked me how long had I been living، ده اسمه مضارع تام مستمر بس سؤال. I had been living ماضي تام مستمر واخد شكل الجملة. Do I live ده سؤال في المضارع، I lived ماضي بسيط with there. السؤال هنا كان ايه؟ كان مضارع تام مستمر، حولوا لي الماضي منه اللي هو الماضي تام المستمر بس ياخد شكل الجملة اللي هو I had been living. إجابة صحيحة في الجملة رقم 93. 94 سؤال اهو، Will you come to my party tomorrow؟ ده واحد بيقول له أنت تيجي هتيجي، ده هنا بيعمل له ريكويست، بيعمل له اوفر عفوا، بيعمل له اوفر، بيعمل له عرض، انت هتيجي بكره، بيعرض عليه يجي يجي بكره. جون اسكد مي اف اي جو ولا وود جو ولا ويل بي جوينج ولا هاف جون تو هيز بارتي ذا نيكست داي. البدايه هنا كانت بايه؟ العرض كان بايه؟ كان بويل، خلاص خليها بود تمام. طيب 95 بيقول لك فيها ايه؟ Where is the post office please؟ أين مكتب البريد؟ The man wanted to know where the post office. ها؟ إيه؟ هو كان بيقول إيه هنا أهو؟ كان بيقول إز، تخليها هاز بين مضارع تام ولا هاد بين ماضي تام ولا أوز ماضي بسيط ولا أوز بينج؟ إز مضارع بسيط تروح لأوز ماضي بسيط. 96 بيقول لك فيها What do people usually do on their holidays in Egypt؟ الناس العادة بتاعتها بتعمل إيه في الأجازات بتاعتها في مصر؟ ماشي، بيسأل عن عن عادة. طيب could you tell me what people usually are doing مضارع مستمر، did ماضي بسيط، do مضارع بسيط، و have done مضارع تام on their holidays in Egypt. هو بيسأل عن عادة بتعملها الناس في الأجازات في مصر، يبقى إذا بيسأل عن حاجة تمثل معلومة حقيقية، بما إنها معلومة حقيقية حافظ على زمانها اللي هي المضارع البسيط. do إجابتنا في الجملة رقم 96. 97 بيقول لك فيها How many books do they own؟ عدد الكتب اللي هم بيمتلكوها، السؤال في المضارع. She wants to know أنقذتني wants to know دي من تحويل الزمن، لأن ده كده هي إيه في شكل المضارع، يبقى كده فعل قول المضارع، يبقى زمن الجملة داخل الأقواس مش هيتغير. تمام. She wants to know how many books they own في المضارع، owned ماضي بسيط، had owned ماضي تام، have owned مضارع تام. إحنا قلنا إيه؟ wants to know ده هي بتدل على ان الزمن اللي عندي ما اتغيرش، يبقى حافظ على اون في زمن المضارع. اجابه صحيحه في 97. تمام. اسمع بقول لك فيها who do you go running with، انت بتروح تجري مع مين؟ she wonders ايه، يبقى كده الزمن مش متغير. who I am I'm going ولا went ولا go ولا will go running with، احنا قلنا الزمن مش متحول، يبقى who I go running with قاعدة محافظة على زمنها. 99 بيقول لك فيها Are you interested in playing a game of golf؟ أنت مهتم تلعب معايا ماتش جولف؟ طيب she would like إحنا قلنا would like to know دي ما تقولش إن الكلام ده ماضي، ده معناها يود أن يعرف. if إيه بقى؟ if I am ماشي ولا was ولا have been ولا had been interested in a in playing a game of golf. خلاص ها، هي بيقول لك ايه are you interested in playing a game of golf. ها. she would like to know، قلنا would like to know بتقول الكلام ده مش دليل على الماضي، ده would like to know معناها تود ان تعرف. خلاص. طب بتقول له ايه هنا؟ هو are you interested، طب هو بيتكلم عن لما جه الكلام عن نفسه ولا ايه؟ if I am interested in playing a game of golf. تمام؟ خلاص؟ she would like to know.
احنا قلنا هي دي المشكله عندنا اللي عملت الحكايه دي، خلتني خدت ايه، I am interested ماشي in playing a game of golf. تمام، اجابتنا في الجمله رقم 99. نروح الجمله رقم 100، بيقول لك فيها Does Egypt export many products؟ هل ايجيبت بتصدر العديد من المنتجات؟ He is asking if Egypt exported، ماضي بسيط، has exported مضارع تام، had exported ماضي دام، ولا exports مضارع بسيط، a lot of products. طيب السؤال هنا هو في المضارع ماشي، طيب بيتكلم عن معلومه تخص مصر، يعني معلومه تمثل حقيقه. تمام، بما انها معلومه تمثل حقيقه يا شباب، يبقى انا حافظ على زمنها اللي هي شغاله عليه، هي بتشتغل على مضارع بسيط، خلاص خليها المضارع بسيط. انا بسال هي مصر بتصدر، انا مش بقول هي مصر، انا مش بتكلم هي السنه اللي حدد مصر صدرت، لا انا بتكلم عن معلومه تخص ايه، تخص حقيقه. خلاص من المعلومه تخص حقيقه، يبقى انت ما تشغلش فيها غير مضارع بسيط. نروح الجمله رقم 101، بيقول لك فيها Everybody enjoyed Tom's party. كل اللي جوه استمتعوا بالحفلة بتاعت عمنا توم. تمام. Didn't he ولا didn't everybody ولا didn't they ولا do they ولا do he. ده شباب احنا بنسميه حاجة اسمها سؤال مزيل. السؤال المزيل هو عبارة عن سؤال بغير حقيقي، طبعا بيجي في آخر الجملة. خد بالك من السؤال ده بادئ بإيه؟ بادئ بـ everybody. Everybody يا شباب تعامل كضمير زي، لكن الفعل اللي يجي وراها فعل مفرد. تمام، ما هيش شويه يعني. طيب حلو، والجمله في السؤال المزيل اذا كانت مثبته بنخلي السؤال المزيل منفي والعكس صحيح، يعني لو جمله منفيه بالسؤال المزيل مثبت، الجمله اللي قدام دي مثبته everybody enjoyed. تمام، تخليها انت في السؤال المنفيه، واحنا قلنا everybody يساويها الضمير زي، تبقى didn't زي هي اجابتنا. didn't زي هي اجابتنا في 101. 102 بيقول لك ايه، don't forget، دي جملة فيها بنسميها جملة أمرية في السؤال المزيل برضه. Don't forget to turn off the computer before you leave. ما تنساش تطفي الكمبيوتر لما تمشي، قبل ما تمشي. طيب نجيب لها سؤال مزيل بإيه؟ بدو يو ولا ويل يو ولا مايت يو ولا ار يو. Don't you دي اسمها جملة أمرية منفية، لما بتحولها في السؤال المزيل بتجيبها في الإثبات، تبقى ويل يو بالشكل أنت شايفه ده. نروح لجملة رقم 103 واللي بيقول لك فيها You will remember، ها هذه مستقبل ايه، to get some petrol before you set off. اه بس هنا فيها طبعا ده سؤال مزيل برضه اهو، مثبته ماشي بويل، خليها انت منفي بونت. في 104 بيقول لك there weren't any mistakes in my essay، وبرضه سؤال مزيل، ادي اهي منفي الفعل المساعد اهو، يبقى انت في الناحيه الثانيه تروح تثبته بديد ولا هاف ولا دو ولا وير، مش منفيه بويلنت، خلاص يبقى مثبته بوير. 105 بيقول لك فيها The flight from Paris arrives at 10 o'clock. الرحلة اللي جاية من باريس تصل الساعة 10. طيب isn't ولا didn't ولا hasn't ولا doesn't، احنا قلنا ايه ده سؤال مزيف. ماشي جميل جدا. اشتغل عليها بايه؟ خد بالك من زمن الجملة اللي أنت شغال عليها. arrives دي زمنها مضارع بسيط. لما بنعمل سؤال مزيف، لما بنعمل سؤال مزيف يا شباب احنا بنعمله ايه؟ بننفي أو بنثبت الفعل المساعد الموجود. طب هنا الجملة مفيش فيها فعل مساعد. في شرحنا لقاعدة اللي هي الكوشن تاج السؤال المزيل، قلنا لك ان لما يكون الجملة ما فيش فيها فعل مساعد واضح، هات انت من عندك دو او دز او ديد، زمن الجملة مضارع بسيط، يبقى انت كده هتجيب ايه؟ دز. الفعل مثبت يبقى هتجيبها منفية، doesn't it. اجابتنا في الجملة رقم 105. 106 بيقول لك فيها they greeted us، هم حيونا، طبعا ادي تو انفيرتد كوماس تقول لك ان الجملة دي مش متحولة. تمام، they greeted us، نقول friendly ولا friendlier ولا in a friendly way، خلي بالك من way تحت يعني، ولا in a friend's way they said. طيب they greeted us هاخد in a friendly way، ليه؟ لان friendly دي صفة، ده وضعها الطبيعي، لما تيجي انت تحولها بقى وتقول ايه يعني، قصدي تقولها بطريقة وفيها ود او مودة، لازم تقول الصيغة دي in a friendly way عشان تخليها واخدة شكل الظرف بدل ما هي صفة زي ما موجود في فريندلي. طبعا دي جملة مش متحولة، ايه علاقة ده بالكلام اللي ريبورتد اهي؟ ما فيش فيه تو انفيرتد كوماز اهي. نروح الجملة رقم 7 بيقول لك فيها I haven't seen، برضه الجملة هنا مش متحولة، هاخد اختيار. I haven't seen very much of you، يا عم ده انا وحشني، ده انا ليا كتير ما شفتكش. ايه الظرف المناسب؟ lately ولا late ولا lateness ولا later؟ I haven't seen very much of you lately، معناها مؤخرا.
128 فيها يو اولويز برضه هنا الانفيرتد كوماز قاعدين مش متحوله، يو اولويز سيم تو كام هوم، انت دايما باين يعني بيبدو عليك انت بترجع البيت ليت متاخر، ليتر لاتر لاتر معناها الاخير، ولا ليتلي واخده شكل الظرف، ولا ريسنت بمعنى حديث فروم وورك. تمام، يو اولويز سيم تو كام هوم ليت، انت بتيجي البيت متاخر، ماشي متاخر، ودي هنا هو صفر. طيب نروح للجملة رقم 109 واللي فيها ألا كان إيت، ألا يمكنها أن تأكل، فري معناها حر، فريلي معناها بحرية، تمام بحرية معناها ما يعني ما يهمش ما يهموش من اللي حواليه يعني. ولا هارلي اللي هي معناها بصعوبة بالغة تصل لدرجة الاستحالة، وده مش ظرف يعني، هارلي دي مش ظرف على كده. ولا with freedom بحرية in the restaurant where she works، أنا هقول with freedom، she can eat with freedom تاكل بحريه، خلاص. طبعا هي حرف الجر في العربي هنا هو فارق معايا في الويز اللي قدامك. طيب امال ليه بقى فريلي دي هنعوزها تحت؟ بص كده على الجمله دي، يو كان سبيك، يمكنك ان تتكلم، فري معناها حر، فريدم دي الحريه ذاتها اسمها فريدم، تمام، فريلي بحريه ده واخد شكل الظرف، وفريد انا هاخد فريلي اللي هي معناه يمكنك تتحدث بحريه. ايه الدليل ان احنا عايزين فريلي دي اللي هي دي؟ لانه بيقول له نو بودي كان هير اس، يعني خد راحتك في الكلام، محدش ايه سامعنا. نروح الجمله رقم 111 واللي بيقول لك فيها The economy of Egypt is expected to improve، اقتصاد مصر يتوقع ان هو يتحسن جراديوال معناها تدريج، صدن معناها شيء مفاجئ، جريد معناها مرحله او درجه او تصنيف، وجراديولي معناها تدريجيا واخده شكل الظرف، انا هاخد دي جراديوال تدريجيا، دي جمله قالها الوزير ذا مينستر ستيتد، طبعا كله ده كلام هو قاعد في الانفيرتد كوماز بتاعته. زير هاز بين شارب ايه، كان هناك كلمه شارب بمعنى حاد، رايز بمعنى ارتفاع، ولا ريز بمعنى يربي ويرفع والحاجات دي ويتبرع والدنيا دي يجمع تبرعات، روز رايزن ان تمبريتشر ليتلي، there has been a sharp rise بمعنى ارتفاع حاد. 113 بيقول لك فيها prices of oil have risen، اسعار المحروقات اللي هي زيوت البترول عموما have risen ايه، sudden ولا sharp ولا suddenly ولا gradual، suddenly انا عايز ظرف، تمام. الجملة 114 بيقول لك فيها she can hardly، هي بصعوبة يمكنها التحدث، speak French اللغة الفرنسية، ده سؤال مزيف، نقول كانت ولا كان ولا does ولا isn't she، مش بيقول لك كانت مثبتة، ماشي، بس عندي في هنا هو hardly معناها بصعوبة، تمام، she can hardly، hardly دي معناها بصعوبة، عملت ايه hardly دي؟ خلت الجملة منفية، يبقى انت كده كده جملة منفية، في السؤال المزايد تروح تثبتها، تقول ايه بقى؟ كان شي، تمام؟ خلاص؟ طيب 115 بقول لك فيها neither of them، لا أحد منهم has done the homework، عمل الواجب، طيب نقولها هذه، طبعا سؤال مزايد برضه، ولا haven't they ولا don't they ولا have they، أدي neither دي تدل على النفي، خلاص كده؟ يعني لا أحد منهم، ماشي، them ده الضمير بتاعي. خلاص الجملة هنا منفية يبقى انت اثبتها، have they، شو بيقول محدش عمل الواجب، يبقى ايه أليس كذلك، تبقى ايه في شكل الإثبات، have they، إجابة صحيحة في الجملة رقم 115. 115 بيقول لك ايه nobody is here، دي بتدي نافية محدش هنا، تمام، are they ولا don't they ولا didn't they ولا have they، مين فيهم بقى؟ احنا قلنا نو بادي وافري بادي وسم بادي والدنيا دي كلها كضمير تعامل معامله زي، لكن كفاءه تعامل معامله از، يعني زي شايف دي اهي نو بادي فجاء وراها از، لكن لما هخليها في شكل الضمير هخليها زي، طب بما انها زي يناسبها ايه؟ يناسبها ار، اجابه صحيحه في جمله رقم 116 ار دي. بكده كنت انتهت التدريبات اللي احنا عملناها يا شباب على ريبورتد كويشن، ودخلنا طبعا معاها مجموعه حاجات تاني زي مثلا الكويشن تاج السؤال المزيل عشان نديك مزيد من التدريب على حاجات كتيرة جدا. ان شاء الله انتظرونا في مزيد من التدريبات وشرح المنهج بتاعك مع معلم خبير الانجليزية مستر استاذ عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.